كيف ترى هذه الافتتاحية كابتن بارك؟ نعم هي يعني افتتاحية، انا افتكر الدوري السعودي المرة دي حيكون غير، نعم صراحة حيكون حيكون مولع نار. ليش؟ لسبب واحد، الفرق المفروض تقول تعظم من هبوط الاهلي الموسم السابق وهبوط الفيصلي. التاريخ لا يرحم، التاريخ لا يرحم. الشيء الثاني، ما اي فريق حيخاف على نفسه، حيكون فيه حرص شديد. نعم. وش تسجيلات من تسجيلات لعيبه على مستوى عالي، تسجيلات مدربين في مستوى عالي جدا، استجلاب مدربين، استجلاب مدربين على مستوى عالي جدا، معسكرات خارج المملكه، مع لعب مع فرق اوروبيه، فرق مستويات كبيره جدا. نعم. جدا سكر هذا الدوري السعودي بدقوا دوري جزئي، ما يعمل حسابه وما يشتغل على 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 لعبته على فريقه، اللي دار مشغل على فريقه صح، ما بتقدر تمشي دوري السعودي في هذا الموسم، ما بتقدر تقدم لك. طيب جميل كابتن بابيكر، ممكن ايضا مباريات الجمعه الاتحاد ضيف على العداله العائد ايضا لدوري الاضواء او دوري المحترفين، ايضا الاتفاق امام الطائي، الشباب امام الباطن، ثلاث مباريات يوم الجمعه 26 اغسطس. نعم الاتحاد طبعا هيقابل الوافد الجديد، هو الجديد العايد من قديم، القديم العايد. نعم. العداله، لكن برضه هذه الفرقه انا متابعها، برضه الفرقه اللي صعدت برضه قدمت مستويات، تقدم مستويات كويسه، محترفين برضه على مستوى عالي، ما حتكون فرق يعني صيد سهل للفرق الكبيره دي، حيكون الدوري مشتعل، وان شاء الله حتكون مباراه يعني مباراه شيقه جدا، مع الافتتاح مع فريق صاعد، لما يكون فريق صاعد وفريق كان الموسم السابق مثلا في المركز الثاني منافس مع البطوله، حتكون مباراه لها ثقلها ولها وزنها. نعم. السبت تستكمل مباريات الجوله الاولى، النصر يستضيف الوحده العايد ايضا لدوري الاضواء، واستعدادات كبيره للوحده، وشاهدنا حتى الاضافات اللي تمت في فريق الوحده، حيكون يعني واحد اتوقع انه واحد من الفرق اللي حتكون الحصان الاسود في هذا الموسم. نعم اشوف الوحده، الوحده طبعا كثير صعد للدوري الكاس الامير محمد وصعد وهبط كثير، لكن الوحده لما يكون في حال فورمته بيدعم الفرق المقدمه. انا شاهدت قبل كده كم مره فاز على الاتحاد، ومره تعادل مع الشباب. الوحده فريق صعب جدا، الوحده فريق مكه فريق صعب جدا، فريق ليس سهل. انا بشوف مباراته هي شبيهه لمباراه الاتحاد والعداله، مباراه في تشابه بيناتهم، في تشابه كبير. تعاون.